يمكن الجامعات التكنولوجية وإحنا بقلنا يعني السنين الأخيرة دي بنسمع عنها، بنسمع عن تخصصات ما كانتش موجودة عندنا قبل كده. الطلبة نفسهم بتوع ثانوية عامة بقوا منتبهين لمسألة التخصصات التكنولوجية وأهميتها، وقد إيه ده ممكن يكون بيفتح مجالات عمل ما كانتش موجودة عندنا قبل كده. وحتى وإحنا بنتكلم على مسألة الصناعة وتوطين الصناعة، إزاي ده ممكن ينعكس على مسألة الصناعة وتوطينها وأي صناعات التكنولوجية اللي إحنا بنحتاجها. واللي أنا أعرفه إن الطلبة بتخرج من هذه الجامعات ويمكن وهم كمان في الجامعة بيكون عندهم فرص عمل ما هياش أبداً فرص ضعيفة، لكن بالعكس فرص كويسة جداً، ممكن يشتغل وهو بيدرس، وده كمان يعني بيعزز الدراسة اللي هو بياخدها لأنها بتبقى زي تطبيق عملي كده للدراسة اللي بياخدها. ويمكن النهاردة شفنا تفقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة برج العرب التكنولوجية، والجامعة دي فيها عدد من الكليات، كلية الصناعة والطاقة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، كلية الصناعة والطاقة زي ما كنت بقول لحضراتكم دي فيها أقسام تكنولوجية مختلفة، فيها تكنولوجيا المعلومات، فيها تكنولوجيا السكك الحديدية. عشان كده كنت بقول لحضراتكم دي حاجات ما كانتش عندنا موجودة قبل كده، تكنولوجيا الجرارات، تكنولوجيا المعدات الزراعية، تكنولوجيا الغزل والنسيج. ويمكن دي صناعة احنا بنأمل ان مصر تعود فيها تاني وتكون رائدة في هذا المجال زي ما كنا بنسمع قبل كده، كمان جزء خاص بالصناعات الغذائية. لو هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، فهي فيها أقسام لتكنولوجيا الصناعات الدوائية، ويمكن صناعة الدواء مصر يعني موجودة فيها وبقوة، وشفنا ده أثناء أزمة كورونا وإزاي ده يعني نفعنا وسط ما العالم كله كان يعني بيتسارع للحصول على اللقاحات، مصر كانت موجودة في يعني هذا المجال بقوة، وكمان يعني ده انعكس على القارة الأفريقية وتوافر اللقاح فيها. نتكلم كمان عن تكنولوجيا لإدارة المعلومات الصحية، تكنولوجيا لمساعد التمريض، وتكنولوجيا لتركيبات الأسنان. كلها الحقيقة أقسام غاية في الأهمية إن احنا نشوفها موجودة عندنا داخل الجامعات التكنولوجية. جامعة برج العرب التكنولوجية اللي أنا بكلم حضراتكم عليها دلوقتي دي واحدة من 7 جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة فيها بمنطقة الجامعات ببرج العرب الجديدة باسكندرية. والحقيقة أنه كمان خلال جولة سيادة الرئيس في الجامعة تفقد سيادته المجمع الورش الموجود هناك، سمع لشرح عن أقسام الجامعة، كمان سيادته شاف نماذج من الابتكارات والاختراعات اللي الطلبة عاملينها داخل الجامعة. ودي نقطة مهمة جدا الحقيقة أنه سيادة الرئيس بنفسه يكون مطلع على كل اللي بيحصل داخل الجامعات التكنولوجية، لأنه سيادته دايما حريص على مسألة الصناعة وأنها كلمة السر اللي هتحل الأزمة اللي موجودة دلوقتي والفجوة الدولارية اللي موجودة دلوقتي في مسألة الاستيراد والتصدير. دلوقتي معنا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ومسألة الجامعات التكنولوجية وإلى أي مدى التطوير اللي حصل في هذا القطاع، وإحنا دلوقتي بنتكلم عن الكلية الخاصة أو الجامعة الخاصة ببرج العرب والأقسام اللي كنا بنقولها للناس دي كلها أقسام ما كانتش موجودة عندنا قبل كده. لو حضرتك تطلعنا عما تم من تطوير في هذا القطاع، ويمكن هو مش بس تطوير ده استحداث لمجالات وأقسام ما كانتش موجودة عندنا. يعني خلينا أكد لحضرتك أنه المسار الجامعات التكنولوجية هذا المسار لم يكن موجود من قبل في منظومة التعليم العالي المصرية بالأساس. طبعا النهاردة الحمد لله عندنا 10 جامعات تكنولوجية، وهذا المسار لما السيد الرئيس أعطى توجيهات أنه لابد من ربط التعليم بالصناعة وإنشاء جامعات تكنولوجية في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية في كل محافظات مصر، كان التخطيط بدأ من هذه اللحظة، واتباعا المرحلة الأولى بدأنا ب3 جامعات، وزي ما حضرتك أشرت 7 جامعات في المرحلة التالية اللي هي بدأت العام الدراسي اللي احنا فيه حاليا. وإن شاء الله خطة الدولة ورؤيتها أن يكون في جامعة تكنولوجية في كل محافظة. هذا العدد من الجامعات التكنولوجية حقيقة عندنا أكثر من ميزة فيه. الميزة الأولى هو هذا المسار الجديد اللي هو تطوير التعليم الفني في منظومة التعليم العالي، أولا تخصصات علمية جديدة. هذه التخصصات يحتاجها بالفعل لسوق العمل المصري في أشد الحاجة إليها. رقم 3، هذه الجامعات أنشأت في مناطق صناعية قائمة بالفعل عشان توفر للطالب التدريب داخل الجامعة التكنولوجية، هذا بالإضافة إلى التدريب الميداني. التدريب الميداني اللي هو في المنطقة الصناعية المحيطة بالجامعة. وعشان كده لو نظرنا إلى خريطة توزيع الجامعات التكنولوجية
لهذه الجامعات انشأت بالفعل في مناطق صناعية قائمة بالفعل. الحاجة الأهم من ذلك هو أنه خريج هذه الجامعات مش بس محتاج سوق العمل المصري، ده أيضا سوق العمل الإقليمي والدولي محتاج إلى خريج هذه الجامعات. الأهم من ذلك هو أن النظرة للتعليم الفني اختلفت. حضرتك لما بدأنا الجامعات التكنولوجية منذ عدة أعوام، العام الماضي في أثناء التنسيق للجامعات كان عندنا قوائم انتظار لدخول هذه الجامعات. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الناس فهمت قيمة خريج هذه الجامعات، قيمة خريج هذه الجامعات، فرص عمل موجودة، تدريب عملي وتدريب ميداني موجود. زي ما حضرتك أشرت، نظرة الدولة ورؤية السيد الرئيس وتنفيذ الحكومة وتعاون كافة الأجهزة المعنية مع وزارة التعليم العالي في إنجاز هذا المسار المهم. يعني احنا النماذج اللي بنتكلم عنها سواء جامعة التكنولوجية في برج العرب، لما بنتكلم على أسيوط الجديدة، لما بنتكلم على الأقصر، لما بنتكلم على كافة التوزيعات الجغرافية بني سويف التكنولوجية، أيضا أضفنا شراكات دولية لتجارب دولية متميزة في التعليم العالي التكنولوجي. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور عادل، مسألة طبعا الشراكات الدولية، لأنه أولياء الأمور بيدفعوا مبالغ ضخمة علشان أولادهم ياخدوا شهادات معادلة من بره في تخصصات معينة بيكونوا محتاجين ده. ده بالفعل عندنا تجربة رائدة في الشراكة في التعليم التكنولوجي مع كوريا الجنوبية. والحقيقة زيارات متبادلة، برامج تدريب، استضافة لأعضاء هيئة التدريب، أيضا الاستفادة من أجهزة تكنولوجية، فرص تدريب واعدة. الشراكة الدولية تعني بتعني الاستعانة بإحدى الدول الرائدة في مجال التعليم التكنولوجي للاستفادة من هذه التجربة. هي مش تجربة واحدة أو مش دولة واحدة، لا، شراكات متنوعة عشان تدينا جزئية الاستفادة من تجربة كل دولة من الدول المتقدمة في هذا المجال. صحيح يا دكتور، يمكن مثلا ألمانيا على وجه التحديد يعني التعليم الفني عندها مساحته كبيرة جدا، ويمكن الاهتمام بالتعليم الفني هناك يعني شيء لافت لأي حد. أحد الأسباب الرئيسية وأحد المسارات الأساسية للتقدم الألماني في مجال الصناعة هو الجامعات ذات الطابع الفني والتكنولوجي، لأنه هو بيخدم على مجال الصناعة بشكل مباشر. فهنا عشان بنقول احتياج سوق العمل المصري والسوق الإقليمي والدولي خريج هذه الجامعات، لأنه يدرب تدريب جيد، وأيضا عدد الطلاب داخل الجامعة التكنولوجية بيمكن الطالب وأساتذته أن يوفروا له فرصة تدريب جيدة داخل هذه الجامعة. وهذه الجامعة على مستوى الاستعداد التكنولوجي وورش العمل اللازمة لتدريب الطلاب متوفرة، ده بالإضافة للتدريب الميداني بيخلينا السوق المصري بنسد فيه فجوة حقيقية موجودة حاليا، اللي هي الخريج الفني المتميز اللي هو بيتخرج على مستوى مهني عالي يقدر يتجاوب مع احتياجات السوق. صحيح. طب دكتور عايز اسال حضرتك، هل مثلا في شراكات مع القطاع الخاص، مستثمر مثلا محتاج شكل عماله مدرب بشكل معين، هل ده ممكن يكون في نوع من انواع الشراكات ما بين الجامعات وما بين المستثمرين؟ يعني عايز اقول لحضرتك، لا توجد جامعه مصريه تكنولوجيه من الجامعات العشره الا ولها اتفاقيات وشراكات مع المصانع المحيطه. المصانع المحيطه في اقليم الجامعه التكنولوجيه، هذه المصانع مملوكة للقطاع الخاص، فيه اتفاقيات وفي بروتوكولات تعاون ان الطلاب دول بيتدربوا، ومش بس كده، ده ايضا المصانع دي بتديهم مزايا ان بتتخير من هؤلاء الطلاب المتميزين في التدريب واللي بيجيدوا في التدريب عشان تعييرهم بعد كده. صحيح. فالجامعات العشرة، ولذلك ان وزارة التعليم العالي تباعا بتدعم هذا المسار، وفي البيانات الصحفية الصادرة من الوزارة تباعا بتؤكد على هذا النهج، هو عقد العديد من البروتوكولات والشراكات مع المصانع اللي موجودة في المنطقة الصناعية اللي موجودة فيها الجامعة التكنولوجية. عظيم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم.